سنة وانت طيب وبالتوفيق يا كابتن سامي. انت بقى كتير يا كابتن سيد، طبعا تحياتي للكابتن ابراهيم عبد الصمد كابتننا واستاذنا طبعا وكابتن شريف طبعا وكابتن اسامه، يعني تحياتي ليكم. طيب عندنا شويه حاجات كده يهمنا جدا ان انت توضحها لنا. الاول الفريق المعسكر الحمد لله في اسكندريه كل شيء تمام الحمد لله. طيب الحمد لله والله تمام، احنا لسه راجعين فتره كده دلوقتي للتمرين والحمد لله يعني قاعدين كويس ان شاء الله ومنتظرين توفيق ربنا ان شاء الله. طيب ميدو جابر طلع من المعسكر؟ لا هو موجود معانا يا كابتن، موجود معانا بيتعالج لكن بالتالي يعني نسبه الشخصيه تبقى يعني فيها صعوبه شويه. اوكي طيب تم فعلا استدعاء مؤمن زكريا وشارك في التدريبات ولا من بكره يشارك؟ لا 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 النهارده يا كابتن، النهارده موجود معانا شارك وهو فعلا ان شاء الله كويس ان شاء الله يكون معانا في الماتش باذن الله. ايمن اشرف واحمد فتحي ووليد سليمان كله يا كابتن، كله شارك الشناوي كل الفرقه والفرقه مع بعض اشتغل لوحده كده حاجات علاجيه لوحده ان شاء الله، يعني لو في نصيب هو يقدر يشارك هيبقى موجود معانا، لو ان شاء الله نحاول نحافظ عليه عشان احنا عندنا طبعا حضرتك عارف كميه الماتشات اللي عندنا والضغوط بتاعت الماتشات والمباريات عندنا، الراجل بيفضل اللي هو يعني ما يعملش بيه عشان ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله يكون جاهز. طيب المباراه دي هتشهد ايقاف حد، يعني حسام عاشور كان موقوف في مباراه الترجي، في حد من لعيبه الاهلي موقوف في المباراه بتاعت كامبالا؟ وليد يا كابتن، وليد سليمان. وليد سليمان طبعا هو يعني انتوا عارفين يا كابتن الانذار بعد كده هيتلغي كل حاجه لو عندك انذار واحد. في حد عندنا عنده انذارات كتيره يا كابتن سامي؟ هو في كلايه محمد زين خليل ميدو جابر طبعا مش هيشتغل. اوكي دول طبعا يعني لو خدوا انذار لا قدر الله مش هيبقوا موجودين في المباراه اللي بعدها، لكن اي حد هياخد انذار بعد كده بيتلغي يعني على طول. بالظبط. طيب كابتن سامي يعني هروح معاك يمين وشمال وفي كل الاتجاهات، يهمني جدا اسمع رايك وكلمتك وكتير جدا جدا من جماهير الاهلاويه سامعاك دلوقتي او كل الجماهير الاهلاويه سامعاك دلوقتي واهميه الجمهور وتواجده في مباراه كامبالا كابتن سامي. طبعا مهم جدا وانت حضرتك عارف قوة النادي الأهلي طبعا من جمهوره ودعمه لينا الفترة اللي فاتت، احنا عارفين ومقدرين طبعا ان ممكن يكون الأداء مش مرضي الفترة اللي فاتت ديت، لكن حضرتك عشت المواضيع دي كتير جدا وعشت النادي الأهلي كتير جدا، كمية ضغط المباريات اللي احنا بنشتغل عليها، ترتيب الفرقة نفسه ان انت عندك شقين انت عندك مجموعة متأيدة في أفريقيا مجموعة موجودة في الدوري وفي نفس الوقت فقدت في بداية الموسم لعيب مهم جدا تبني عليه من اللعيبه اللي بتقدر تعتمد عليها مثلا جونيور تقدر تعتمد عليه، وبعد كده بدانا ندخل عناصر جديده في الفرقه سواء ناصر ماهر سواء بيدو جابر سواء هشام محمد اكرم توفيق، وبعد كده راجل جايب فكر جديد وتصور جديد، كل الحاجات دي انت لما تيجي تحط ترتب بيتك او ترتب الفرقه يبقى بتفكر في كذا اتجاه. يمكن هي دي يعني بتقللها شويه الاداء او بتقللها شويه حته الانتاج للفرقه، لكن ده طبيعي جدا، وان انت تحقق الحمد لله النتائج ديت في الظروف مش انا يعني ما بحبش يعني بيجيب مبررات دايما، وحضرتك عارف طبعا كده النادي الاهلي عمره ما بيجيب مبررات لحاجه، لكن ده امر واقع لازم كل الناس تكون عارفاها. احنا عندنا في الاتجاه احنا كان موقفنا صعب جدا في البطوله الافريقيه، كان عندنا نقطه واحده، الحمد لله دلوقتي متصدر بطوله مجموعه وان شاء الله عندك فرصه كبيره جدا تكون اول عشان يبقى عندك فرصه ان انت تلعب في دور الثمانيه الماتش الثاني على ارضك. الحمد لله ترتبنا في الجدول الحمد لله برضو في المركز الاول وتبعد برضو عن المواجهات طبعا، يعني اللي عايز ياخد بطوله بياخد بيلعب اي فرقه، لكن في النهايه برضو يعني المنطق والعقل يقولوا ان انت كل ما تاجل المواجهات القويه للاخر ده وده طبيعي. يعني ده طبيعي الحمد لله موقفنا برضو في الدوري العام الحمد لله احنا في المركز الاول برضو الحمد لله، الاهداف بتتحقق، لكن انا عارف ان النادي الاهلي دايما عاوز اداء وعاوز نتائج. بيجي يا كابتن سامي بيجي ما فيش مشكله، هيجي احنا مقدرين طبعا الاخطاء وده امر طبيعي جدا، لكن الحمد لله الجميل في الموضوع ان انت بتعالج اخطائك وانت بتكسب وانت في موقف كويس. طبعا الضغوط بتقل الحياه ده وضع طبيعي. طيب كابتن سامي انما انا حضرتك طبعا ان انا يعني اطمن بس ان احنا يعني بنحاول ان احنا نغير مش في شكل الفرقه
الافراد اللي موجوده في الفرقه، اتمنى على الفرقه تتدخل عناصر صغيره بيبقى ان شاء الله دول مستقبل النادي الاهلي. ناصر ماهر دلوقتي بقى من العناصر ان شاء الله يبقى ليها فرصه كبيره، اكرم حسين نفس القصه، هشام محمد نفس القصه، ودي جابر نفس القصه، حمودي بدا يخش، مؤمن ان شاء الله يرجع تاني احسن من الاول، عندنا وليد ازار وصلاح محسن الحمد لله بشكل كويس دلوقتي، عندنا سليف نفس القصه في الدفاع دفاعيا، عندنا الحمد لله خط حراس المرمى الحمد لله ثلاثه مميزين جدا، انت ناحيه اليمين برضه هايز ما شاء الله، واحمد فتحي نفس القصه، ناحيه الشمال معلول وايمن اشرف وصبري رحيم، يعني الحمد لله بقى عندك بدايل تقدر ان انت تعتمد عليها. يمكن من فتره كبيره ما شفناش النادي الاهلي، يمكن السنين اللي فاتت النادي الاهلي في بيدور في حوالي 13 14 لعيب انت اللي بتحاول تستغلهم، احنا الحمد لله في فرصه لكل الناس دلوقتي عشان انت مشارك في بطولات اكتر، عندك بطوله الدوري، عندك افريقيا، عندك بطوله عربيه، عندك كاس مصر، عندك السوق، فبطولات كثيره محتاج كل اللعيبه في ظل ان القايمه 25 لعيب، في ظل ان يعني كميه المباريات الكثيره ديت، فكل دي من العوامل اللي يعني بتخلي الراجل كابتن محمد بيفكر كتير جدا في الفرقه، بيفكر كتير جدا في اللعيبه، بيحاول يحافظ على اللعيبه، بقول لك انت يعني انت محتاجها، يعني احنا دلوقتي يا كابتن سيد احنا عندنا ماتش اللي جاي ان شاء الله موجود من عندنا، يعني جونيور مش موجود، وليد سليمان مش موجود، ميدو جابر مش موجود، فعندك البدائل في الاطراف قليله جدا. نفس الوقت انت لازم انت قلت لي معلش ميدو جابر ووليد سليمان مين الاولاني اللي قلته يا كابتن؟ كلوبالي في جونيور جونيور اجاييه تقصد اجاييه خلاص بقى اجاييه خلاص انا بتكلم ماشي يا كابتن هو دوت الناس اللي انت كنت معتمد عليهم طبعا لا عنصر كان مهم جدا كان عنصر مهم جدا 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 عنصر مؤثر جدا طبعًا. كان معاك في ايدك يعني طبعا الحاجات القدريه دي حاجه بتاعت ربنا طبعا لكن انا بكلمك على شكل فرقه انت كنت عاوز فينا تمشي قدها وقدوها وكباتن ان شاء الله الرحمن طبعا. طيب عايز اتكلم على وليد ازارو اصابه الوجه خلاص الحمد لله رب العالمين كان وايمن اوكي ما شاء الله من الناس المفضله ويعني اضافه قويه جدا وكبيره جدا وان شاء الله يتحسن اكثر واكثر ويرجع احسن هدف اكثر من اول مباراه. لا كان الماتش فات طيب حكم اللقاء هو رضوان جيد اسمه كده هو مغربي يعني فرضوان جيد ده حكم مغربي يا رب ان شاء الله الرحمن تكون المباراه بالنسبه له ساعات عنده حته العند شويه يعني سالوني عليه هو الراجل عنده حته العند دي سنه يعني حتى هو حكم مباراه واحده للاهلي قدام بيت فيست المباراه اللي كسبها الاهلي 32 برافو عليك كابتن شريف اللي كسبها الاهلي 1-0 بهدف لاحمد حجازي وكان فيها كره سيد السلام طبعا كان في كره لاحمد حجازي برده في الدقيقه 84 لما تاخدني الذاكره يعني كانت بينالتي صريحه جدا كانت ممكن تديك افضليه اكتر واكتر لكن في النهايه ان شاء الله الرحمن لعيبه الاهلي يحسموها بدري كابتن سامي كل التوفيق للفرقه بشكل عام وليك انت تحديدا بشكل خاص شخصيه ممتازه جدا على النطاق الفني او الشخصي بالتوفيق يا كابتن سامي ويا رب ان شاء الله الرحمن يكون يوم جميل باذن الله تعالى يا كابتن ابراهيم كنا بنتكلم في الموضوع دوت الاحساس بحلاوه